كما يطلق عليه من قبل الإعلام الأسباني خليفة أشرف حكيمي، نجم ريال مدريد الشاب، يصدم منتخب أسبانيا ويقرر اللعب وتمثيل المنتخب المغربي، ويفرح وليد الرجراجي مدرب أسود الأطلس. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. يوسف لخديم أحد أفضل المواهب في فريق ريال مدريد الشباب. نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناع الموهبة التي تحمل الجنسيتين المغربية والأسبانية، نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناعه بتمثيل المنتخب المغربي. يوسف لخديم يشغل مركز الظهير الأيسر، وسيكون حل مهم جدا لحل مشكلة الظهير الأيسر بالنسبة للمنتخب المغربي. يوسف لخديم يطلق عليه من قبل الإعلام الأسباني أنه خليفة مارسيلو، وتم تصعيده خلال الآونة الأخيرة إلى تدريبات فريق ريال مدريد الأول، ونال إعجاب شديد من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي ينوي إعطاءه بعض الدقائق خلال مباريات ريال مدريد لهذا الموسم، حيث أن الملكي يعاني أشد المعاناة في مركز الظهير الأيسر.